مثل ما شفت المقاطع الفيديو اللي انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي، هي كانت هنا وهاي بيوتنا. جونا تقريبا عصابة متكونة من أكثر من 400 شخص، سيارات هاي ذات الدفع الرباعي، منها سيارات تابعة للحشد الشعبي وسيارات تابعة للمسؤولين. طبعا استخدموا كل وسائل الترويع والإرهاب، من إطلاق نار ومن ضرب ومن سرقة هواتف، الاعتداء بكافة أنواع الاعتداء، الاعتداء اللفظي والجسدي والضرب والألفاظ النابية. كانت هي البراهين كلها كانت هي محاولة لاختطافي، ومثل ما اختطفوا عدد كبير من الناشطين والتصفية، بس هي كانت سبق الإصرار والترصد، لأن هم هددوا قبل لا يجون وخابروا وتوعدوا وقالوا إحنا جايين بعداد وبسيارات وبأسلحة. وهاي هاي الأساليب كلها بسبب منشور انتقدنا به على مواقع التواصل الاجتماعي، تمسك بعض أعضاء مجلس النواب الوجبة الأولى، وكان إنه وجبات بأنهم كانوا 9 نواب اللي تمسكوا بهذا المحافظ الفاسد، ضياع بابل، مشاريع بابل، بيع وشراء المناصب بسبب تأخير بابل هي المحاصصة، وبعض النواب الفاسدين تابعين إلى كتل سياسية وبرلمانية. ندين ونستنكر ونشجب بشدة سكوت القضاء وسكوت الادعاء العام على جريمة واضحة للرأي العام. مستمرين، واليوم عندنا نزل العشائر كلها راح تنزل، وبعدها راح نتخذ كل الإجراءات اللي نشوفها كفيلة بأنه تحفظ هيبة المواطن وهيبة العشائر العربية الأصيلة وهيبة المتظاهرين. طبعا الاعتداء اللي حصل على ثوار قضاء المحاويل وقضاء الهاشمية ناحية الحمزة الغالب المدحتية، طبعا بسبب التظاهرة اللي دعينا لها على بيوت بعض النواب اللي هم 3 نواب، حسن فدعم ورشيد العزاوي والنائب عدنان فيحان. طبعا دعينا للتظاهرة انه نتظاهر ببيوتهم، لان هم دولة 3 شخصيات ما وافقوا إقالة الفاسد لا محافظ في بابل حسن منديل. هم يريدون يبقون على نفس الفساد ونفس سطوة الأحزاب، يريدون يظلون مسيطرين على المحافظة، تريد تظل هاي الشخصيات تظل مكانها وتظل مسيطرة على الموارد المحافظة. طبعا بعد هاي دعيناها بعد المظاهرة، تفاجأنا بهجوم هاي العصابات، عصائب أهل الباطل وليس الحق، مكتب النائب عدنان فيحان في جبلة والمحاويل والأقضية والنواحي، وحتى من يعني من خارج المحافظة جاية هاي العصابات. تفاجأنا أنه ببيوتنا والأعداد يعني تفوق يعني 500 شخص مدججين بالسلاح، يعني ما اعرف انه شلون دخلوا للمحافظه او دخلوا للقضاء ودخلوا لبيوتنا في يعني، والحظر تجوال موجود. يعني احنا هم من هاي شو اسمه يعني نتساءل انه وين دور القوات الامنيه، شلون دخلوا وشلون كسروا الحظر، انه الحظر بس على الفقير، الحظر بس على الثوار، الحظر على الكل، ما نعرف. فقلت لك انه تفاجأنا انه بهاي الاعداد وهاي يعني الدجاجين بالسلاح تهاجمنا لبيوتنا وتفعل فعلتها، واحنا من هذا المكان انه ناشد دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية المعنيين الجهات الامنية انه يخلون حد لهاي التصرفات، يحصرون ناشدهم بحصر السلاح بيد الدولة، يخلون سطوة الدولة والقانون اعلى من هاي الميليشيات، وإن شاء الله لن ولن ولن ننثني ولن نستسلم. إن شاء الله الثورة باقية، إن شاء الله ثوار بابل والمحافظات باقين، إن شاء الله لن نتوقف إلا بتحقيق النصر. إحنا ما كنا هنا، بس اللي شهود اللي واقفين هنا قالوا أعدادهم بالـ500، هم هواي يعني، بس اللي حددونا الأعداد
عددهم بال 500 من ذيك الصوره لحد بيت. وهذا بيت علاء عنان عمران عباس اللي هو مسؤول عصب مكتب محاول اعدادهم هاي الشارع العام سادينه قاطعينه. طبعا هذا الشارع العام مال ناحيه الامام اللي يطلع على الدول. لقيناهم واقفين هنا على القنطره، يعني ما ان وصلنا لهنا نريد نطلع على اساس هم يريد يتفاوضون ويانا وهاي. فصورت انه لقيت الاعداد اول ما شافونا كلها دخلت سكاكينها ومسدساتها وما خلوا شيء ما جايبينه، يعني ما خلي شيء ما جايبينه من الساحل ما على اسلحه، بحيث واقفين هنا يريد يدخلون ينتظرون يمتى نجي حتى يطبون. وصلنا يعني هذا البيت بيت عمي هذا، وقفنا هنا ما نعرف منين يعني جت العالم. انه انا بديت اصورهم حتى نوثق شو اسمه، حتى ما العالم تقول هم سووا مثل ما حدثوا وقالوا هم هدوا علينا بالسكاكين وبالشو اسمه، هذا كله كذب وافتراء. نزلوا لهنا انا صورتهم قلت لهم شوفوا الاسلحه وشوفوا شو اسمه، شوفوا هم سبحان الله بهاي اللحظات اول ما شافوا التصوير وش اسمه رادوا ينفضحون. هو اللي ما عنده شيء واذا لو الصوره ساعات مو ثواني وش اسمه، اللي ما عنده شيء يقدر انه مبرر نفسه انه ما عندي شيء انا، واذا صورنا واذا شو اسمه تعاركوا على التليفون قاموا يضربون بي. قال لي يعني ضربوني ضربوني ثلاث طلقات اربع تلاويت انا وياهم على المسدس. اجت بعد هم صاروا بالخمسين واحد علي بعد انا ما اقدر يعني. الحمد لله والشكر انه ولد عمي وهاي طلعوني من عندهم بسلام، انه هم اسمعهم واحد يقول لاخر يقول له شيله مشوا خذوه ومشوا. والامر مال اطلاق النار اجاهم من على عناد قال لهم ضربوهم قصي، ضربوهم طلقات ضربوهم قصي لا ترحمون قتلوهم. هي نص العباره مسؤولين على عناد عمران عباس الخفاجي مكتب المحاويل ابو زهراء اللي مدعو ابو زهراء الطاهي اسمه احمد محمد حميد الطاهي، رزاق درب ابو جبله، علي تركي مسؤول عصاب الحله، علي الستار جبار المزعل خفاجي من هالمحاويل. مكتب المحاويل كلهم معروفين وكلهم شفناهم بالوجوه، يعني ما كانوا يعني شايلين الاسلحه كلهم كانوا موجودين بال 500 شخص موجودين كامل العده والعدد، كانما عندهم هجوم محاوله اختطاف لا اكثر ولا اقل. والحمد لله والشكر الله نجانا من هاي الفتنه ومن عصابات القتل والترويع من عصابات دواعش البرلمان والسلطه. الحمد لله والشكر على كل حال. ونقول يعني نداشد رئيس الوزراء وزير الداخليه وزير الدفاع المسؤولين الامنيين نناشدهم انه دعاة حصر السلاح كل من يدعو لحصر السلاح بالدوله ندعيه من هذا المكان انه يخلي حد ويحصرون صحيح يحصرون السلاح بيد الدولة ويخلصونه من عصابات القتل والترويع. والإصلاح. أولاً شكر وتقدير لجميع الأخوة الثائرين في بابل وباقي المحافظات لموقفهم المشرف تجاه هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا عصابة أهل الحق. كان سبب الاعتداء بسبب الدعوة الأخيرة لثوار بابل بالتظاهرة السلمية أمام مبنى عضو مجلس النواب عدنان الفيحان. كان سبب الدعوة لأن بابل انتفضت ضد الحكومة المحلية الفاسدة لانتشال بابل من الخراب الذي عاثها بها لمدة 17 عام، والمجيء بمحافظ كفو ونزيه ينتشل بابل من هذا الخراب وهذا الفساد. لكن هنالك بعض النواب أعضاء من أعضاء مجلس النواب أبوا واستكبروا أن يسمعوا صوت الشعب وصوت الجماهير الغاضبة للتغيير والمطالبة بمجيء ناس كفوئين ينتشلون هذه المحافظة. وحين الإعلان عنهم بمنشورات رسمية أنهم كانوا متزمتين ببقاء بابل تحت هيمنة وسيطرة الأحزاب كان لهم موقف سلبي، فرفضنا هذا الموقف وأعلننا على صفحاتنا الرسمية
انه دعوة لإقامة هذه التظاهرة، فكانوا هم مبادرين لإيقاف هذا التصعيد ضد أسيادهم، وذلك بالتعدي علينا في بيوتنا في قضاء المحاويل وكذلك في قضاء الحمزة الغربي، وترهيب العوائل وأرعابها وأرعاب الكبار والنساء بالأفعال الإجرامية التي قاموا بها من خلال رمي الرصاص الحي وإشهار أفواه البنادق والمسدسات على الشباب العزل والسلميين الذين واجهوا هذه الأفعال الإجرامية بأصوات هيهات من الذلة والسكوت على الظلم والفساد. طبعا هذه الخطوة اللي قاموا بها هذه الميليشيات هي لسبب واحد، وهو إيقاف هذا التصعيد ضد عضو مجلس محافظة وعدنان فيحان لإنهاء هذه الخطوة التصعيدية وإيقاف التظاهرة السلمية اللي مقررة إقامتها أمام منزل عدنان فيحان. إن شاء الله مستمرين بإعداد خطط لحسم هذه الأمور، حسم قضية المحافظ وكذلك لحسم الفساد الذي يسيطر عليه المحافظ ورؤوسه في المحافظة من مدراء دوائر. إن شاء الله عادين خطط مستقبلية تفي بالغرض وتصل لبابل، وإن شاء الله لمطالبنا المركزية لتحقيقها إن شاء الله بأقرب وقت. طبعا تفاصيل الحادثة اللي صارت قبل يومين، هو أنه كان أكثر من 40 سيارة لميليشيا عصابة أهل الحق دخلت إلى قضاء المحاويل للتفاوض في البداية من أجل إنهاء خطوة تصعيد ضد عدنان الفيحان، لكن حينما واجهوا الرفض بعدم التفاوض على هكذا أمور وماضون في التصعيد السلمي لإنهاء محاولة إنهاء قضية المحافظ، لكن عندما وجهوا بالرفض قاموا بهذا العمل الإجرامي. طبعا الحدث هو صار في قضاء المحاويل وتحديدا في منطقة دواليبة، أكثر من 250 شخص وأكثر من 40 سيارة مدججة بشتى أنواع الأسلحة، وقاموا بالتعدي على الناشط المدني أخوي عبد الحمزة الخفاجي وأولاد عمومتي وأيضا أخي عبد الله، وتعدي عليه بالضرب من خلال إطلاق الرصاص الحي وكذلك استخدام السكاكين والألفاظ النائية التي أطلقوها أثناء التعدي، والرعب الذي أدخلوه في المنطقة في ذلك اليوم، كلها أعمال إجرامية لا تمت للدين الإسلامي ولا تمت للقانون بأي صلة. وفي ظل هذا كان دور القوات الأمنية دور ضعيف ولا يسر، لأنهم الجهة المسؤولة عن فرض القانون وتطبيق القانون ومر مرور الكرام من خلال هذه السيطرات. فيتضح أن هنالك تواطؤ من قيادة شرطة بابل، وفي حال ثبت خلاف ذلك يجب أن يكون لشرطة بابل موقف حازم من أجل كشف المدانين ومحاسبتهم وجرهم إلى القضاء. وقدمنا الدعاوي القضائية ضد هؤلاء الأشخاص وننتظر الرد من خلال القبض عليهم، وفي حال تنصلت الجهات الحكومية والقضائية عن أداء دورها سيكون لنا رد قوي على هذه الميليشيات وهذه الأعمال الإجرامية إن شاء الله. مستمرون بالتضحية بالغالي والنفس من أجل عراق، عراق الكرامة، عراق الفخر، عراق الشرف، عراق خالي من هذه الطغمة الفاسدة التي عاثت فسادا وخرابا في أرض العراق، الأرض التاريخ وأرض الحضارة. إن شاء الله عازمون ومستمرون رغم كل ما حدث سابقا وما حدث حاليا وسيحدث في المستقبل من هكذا أعمال جبانة، لن تقفنا بل تزيدنا عزيمة وأصرار للاستمرار في هذا الطريق وتخليص بابل والعراق من هذه الطغمة الفاسدة.
نستنكر بشدة العمل الجبار الذي قامت به عصابات النائب عدنان فيحان على أخوتنا المتظاهرين من أبناء بابل وأبناء ناحية المحاويل التي طالت ساحة تظاهر بابل بعد الجري اللي صار التصعيد السلمي على النواب بابل الفاسدين لجل القضاء على هذه التقمة الفاسدة من نواب بابل. جراء الحادثة اللي صارت على أخوتنا خرجنا بتظاهرات سلمية تنديدا بهذا القرار وبهذه السطوة المسلحة على أخوتنا وترويعهم في أوضح النهار. رسالة نبعثها إلى رئيس الوزراء وإلى وزير الداخلية للحد من هكذا عصابات مسلحة تروع المواطنين في بابل وفي بقية المحافظات. نستنكر بشدة مرة أخرى هذا العمل الجبان ونحن ثوار بابل مع أخوتنا قلبا وقالبا. الحقيقة تظاهرات بابل تظاهرات سلمية من بدايتها إلى حد آخر يوم والآخر لحظة احنا مستمرين بسلميتنا بساعات تظاهر. أي خطوة الحرق مباني حكومية ما عندنا وما نحرق المباني الحكومية، احنا جايين من أجل أعمار وليس تهديم. الكلام تحدث به سيادة اللواء علي قوقع شرطة بابل، قال لو تركنا المتظاهرين لحرقوا مبنى المحافظة عن بكرة أبيها. سيادة اللواء المتظاهرين متظاهرين واعين وما كان عندهم أي هدف يحرقون، والدليل أن قرأنا البيان أمام المحافظة بعد توجهنا إلى بابل حسين وتم حرق بعض الإطارات ونتفاجأ بقوات الشغب التهجم على المتظاهرين وضرب حتى وصلوا إلى ساحة التظاهرة مال بابل قرب الساحة والاقتحام الساحة. أي شيء عندنا حرق المباني الحكومية مرفوض وما يسوي المتظاهرين ومو شغل المتظاهرين هذا. وكما نستنكر وندين العمل الذي تقوم به الميليشيات التعدي على بيوت الناشطين في الحمزة والمحاويل. إن شاء الله احنا مستمرين وإن شاء الله ننتصر بسلميتنا، ووقعنا عهد احنا مستمرين بهذه التظاهرة إكراما لدم الشهداء. حكومة الكاظمي الحقيقة مو أنها ثورة تشرين، حكومة الكاظمي غير مؤهلة لقيادة الدولة. احنا ما نقدر نعوف الساحة لأن شهداء بيها وكلها ماتت من أجل المظاهرات وكلها ماتت على مود الوطن، يعني على مود ايش؟ يعني هيك يعني دم الشهداء يروح بهال يعني ببساطه؟ يعني هذا اللي يعوف المظاهرات هذا يعني بعد سالفته سالفه، ما نقدر احنا نعوفه. الى متى يعني انت قاعد بالبيت وحقك جاي يروح؟ الى متى؟ وهذا الشيء احنا ما نعوفه. النجف مدفون حمال الحمال. 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 النجف مدفون حمال الحمال.
لكن دق بيها تحل الطق وتعور. لا تطق وتعور. لا تندق بيها تحل الطق وتعور. لا تندق بيها تحل الطق وتعور. ساحة بابل من أنشط الساحات اللي هي في المحافظات المنتفضة حاليا، خصوصا هاي الأيام. يوم الثلاثاء اللي صادف يوم 2/6 قامت ميليشيات عصابها الحق بقيادة قاداتهم اللي هم منتمين العشائر، هم شيوخ عشائر بعض العشائر، بالتجاوز على المتظاهرين اللي هم المتظاهرين اللي بمنطقة الحمزة الغربي ومنطقة المحاويل. تجاوزوا على بيوتهم، انتهكوا بيوتهم، يعني كانوا متظاهرين مجرد انه متظاهرين سلميين ونشروا بعض المنشورات اللي مست العصائب ونذكر بها اسم العصائب، فكان الرد من العصائب رد همجي كالعادة. تجاوزوا عليهم، انتهكوا حرمة بيوتهم، ضربوهم، فطلعنا بمسيرة موقف تضامن مع أخوتنا المتظاهرين، وهذا الموقف طبيعي يطلع من عندنا. مجرد مسيرة سلمية كان البيان مالتها مفادة أنه احنا نتجه لشارع 40. ورا ما اتجهنا لشارع 40 حاولوا يقطعون الطريق علينا، أخذوا التيارات بالقوة، تجاوزوا علينا بالألفاظ من قبل قوات الشغب والشرطة وضباطهم ورتبهم. بعدها اتجهنا للمحافظة، ورا ما اتجهنا للمحافظة كان اكو غضب من الشباب، ليش البيان كان الشارع 40، ليش اتجهنا للمحافظة؟ احنا حاولنا نتدارك الموقف، حاولنا ان نتجاوز بعض الامور المعرقلات، حاولنا نحافظ على السلمية. بعدها قررنا نرجع للشارع 40، رجعنا لشارع 40 قام بعض الشباب بحرق الاطارات كتصعيد سلمي طبيعي. يعني حتى اللي حرق بوقت، يعني احنا ما عرفنا من هو اللي حرق بالضبط، بس هو صار حرق طبيعي كأي تصعيد صار قبل، هو موجود على الحرق وقانون دولي يضمنه ويكفله، فكان شيء طبيعي. بس المو طبيعي انه رد قوات الشغب علينا بهمراتهم، السيارات المدرعه، السلفادورات ودروعهم ودخانياتهم وطرقهم الوحشيه والهمجيه. يعني قوات شغب تشمر طابوك، يعني ما اعرف باي دوله هاي صايره. تجاوزوا علينا، ضربونا، قمعونا، رغم انه احنا ما كنا مسوين شيء. بنفس الوقت نوجه رساله لعلي قوه اللي هو قائد شرطه بابل، اللي ما رد لا على عصائب، ما رد على هاي الميليشيات اللي تجاوزت على المتظاهرين، ويجي بس يرد على المتظاهرين ويعتب ويصرح يقول احنا لو عايفين المتظاهرين، يعني مو بالمعنى الدقيق لكن كمعنى، يقول احنا لو عايفين المتظاهرين كان حرقوا المحافظه عن بكره تبيها. احنا وصلنا للمحافظه كل شيء ما عندنا ونقدر نحرك، احنا ما حد يقدر يمنعنا، بس هاي ممتلكات دوله واحنا ناس واعيين وناس سلميين وما نحرق ممتلكات دوله. ممكن تصدر بعض المواقف اللي هي دفاع عن النفس، بس هيك مواقف ما تصدر من عندنا، وهو على قوه بنفسه يعرف هذا الشيء، بس ما اعرف يعني صار شلون، مثل ما تقول خالف تعرف على قولة اهلنا. اليوم هم عندنا مسيره اللي تحقيق مطالبنا بهاي الفتره، اللي هي غلق مقرات واخلاء مقرات الاحزاب. على قوة إذا ما نفذ هاي المطالب راح يكون لنا رد غير رد. اليوم مسيرتنا سلمية وما راح تطلع عن السلمية، وإذا طلعت عن السلمية فبسبب من عدة، إذا كرر نفس الحالة ودز قوات سوات فإحنا ما مسؤولين عن أي شيء يصير وما له حق يصرح ويحكي علينا. فاليوم إحنا مطالبنا إنه يغلق مقرات الأحزاب ويخليها، وإما نقوم ببقالته. رسالتنا للشهداء نقول لهم أنتم الأحياء وإحنا الأموات، وإن شاء الله دمكم ما يروح هدر، وإن شاء الله المطالب اللي طلعتوا على موتها تتحقق، وإن شاء الله تشوفون العراق اللي طلعتوا على موده إحنا نحققه، أو الأجيال اللي بعدنا تحققه، وهاي الثورة بفضلكم ودماءكم ما راح نتركها، يا أما ننتصر يا أما نلحق بكم. إحنا مواظبين على الصمود، يعني عبرنا 7 أشهر ماكو ثورة بالعالم استمرت بهاي السلمية وبهذا الصمود وبهاي القوة 7 أشهر. احنا يعني واحدنا احنا كشباب من نقعد ونسولف ببيناتنا نقول دم الشهداء برقبتنا، يعني احنا واحدنا اذا يرجع للبيت ما ينام مرتاح من برا هاي الشهداء اللي صورهم معلقه على جسر الثوره، من برا شهداء العراق اللي لحد الان ما راحت هاي الحراره اللي بقلوبنا عليهم. فما نقدر نرجع وهاي الشباب راحت بدون ما نحقق لهم شيء ملموس، الشيء اللي طلعوا على موده حتى نريحهم ونريح عوائلهم. Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم. بعد الاعتداء على الناشطين في محافظة بابل في القضاء الحمزة وقضاء المحاويل، قرر ساحة بابل إقامة خطوات تصعيدية سلمية. طبعا توجهنا نحو مبنى المحافظة حاملين ويانا يعني بالشعارات السلمية والخطوات السلمية، لكن فوجئنا بوجود قوات الشغب. حين عودتنا من مجلس من مبنى محافظة بابل في بابل حسين، جينا قوات الشغب تلحقنا، وسبحان الله يعني تواجهنا بقوات قمع. دماء الشهداء غالية، رسالتنا اللي قعدوا البيت وخانوا دماء الشهداء، ترى دماء الشهداء عزيزة وغالية علينا ومستحيل ننساها، لا تخون دماء الشهداء والساحة موجودة. دا يعتدون على الساحات ودا يتجاوزون على المتظاهرين هي الجهات السياسية، خصوصا يعني بالفترة الأخيرة اعتداءات حدثت من أكثر من جهة، خصوصا الأحزاب يعني دا يحاولون بأي طريقة من الطرق يحدون عمل الناشطين والمتظاهرين بشكل عام. أكيد احنا حاليا دخلنا بالشهر الثامن واحنا مستمرين وما راح نتراجع وما نترك الخيام مالتنا. رسالتنا للشهداء ان احنا باقين وراح ناخذ حقهم. ما تخوف للعصايف كل من اليوم يفوت، صوت صوتك يا وطن ما يعلى صوت، ما تخوف للعصايف كل من اليوم يفوت، صوت صوتك يا وطن ما يعلى صوت. هناك عمل نعم، يعني منذ انطلاق احتجاجات تشرين في شهر العاشر 2019 والى الان مستمرون في الاحتجاجات السلميه، هناك خطوات تصعيديه سنتخذها بالايام القادمه لتحقيق ما تبقى من المطالب، انتخابات مبكره وقانون انتخابي عادل وايضا مفوضيه مستقله ومحاسبه قتله المتظاهرين، والمطلب على مستوى محافظه بابل اقاله محافظ بابل حسن منديل. اليوم ستكون لدينا مسيره سلميه باتجاه مبنى محافظه بابل كخطوه تصعيديه، وايضا تضامنا مع الاخوه في النجف الاشرف وبقيه المحافظات هنالك خطوات تصعيديه سنقوم بها في الاوقات القادمه. قبل ايام هناك اعتداءات على المتظاهرين السلميين، ذهبوا إلى منازلهم واعتدوا عليهم بسيارات غير مرقمة وأيضا سلاح منفلت، جهات خارج إطار الدولة تحمل السلاح. طالبنا من خلال مسيرة خرجنا طالبنا بردع هؤلاء خارجين عن القانون ومحاسبتهم الذين تطاولوا على الثوار، لكن فوجئنا بقمع هذه المسيرة من قبل قوات حكومية، قوات مكافحة الشغب، بالرغم من سلمية المسيرة. وأيضا وصل الأمر إلى اقتحام ساحة تظاهرات بابل، لكن الشباب تصدوا لهذه المحاولة وفشلت. منذ 8 أشهر والشباب مستمرون في الاحتجاجات، ولا عودة للمنازل إلا بتحقيق كل المطالب ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين تلطخوا يدهم بدماء شبابنا. اللي يسولف لازم يعتذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمعتصمين ثوار بابل بالنسبة لحكومة الكاظمي، حكومة الكاظمي لم تلم بطموحات الشعب، لم يحاسب قتلة المتظاهرين، لم يلبي مطالب رئيسية من قانون انتخابي وانتخابات مبكرة، إنما هي خرجت من منظومة فاسدة كسابقاتها مثل حكومة عادل عبد المهدي وحيدر العبادي والمالكي، وهي يعني مقتصمة في دول لا دور، كل دول ماله بالحكومة، لأن احنا كنا نعرف انه هي اكو دولة عميقة قاعد تحكم العراق وهي تتحكم بمجاري الامور. احنا مستمرين بالتظاهر حتى اخر قطرة دم تبقى بينا، وان شاء الله لحد ما يلبي مطالبهم ويخرجوا على مودها، لان هاي الدماء الزاكية مستحيل راح ننساها. بالنسبة للموضوع على أساس حكومة الكاظمي أنهت الثورة، ثورة مستمرة، ثورة ما تنتهي، ثورة وقعت بيها شهداء، ثورة أبد ما تنتهي، ومستمرين لحد ما نحقق مطالبنا. إحنا مستمرين وراح نكمل اللي مشوا هم عليه، ما راح نعوف هذا الطريق، طريق الحق ما نعوف. إحنا جميع المتظاهرين في ساعات تظاهر في جميع محافظات العراق انبصموا بدمائهم أن لا يخون دماء الشهداء وأن يبقون متلازمين في خيامهم وفي ساحاتهم من أجل بيان أن دم الشهيد لن يذهب هدرا وسيأتي بكل خير وكل جديد إلى العراق. ونعاهدكم ونعاهد الشهداء أن نبقى في الساحات إلى أن نأتي بمطالبهم الحقة والقضية الحقة وهي قضية الوطن. الساحات في جميع محافظات العراق، في جميع المحافظات المنتفضة، هي مهددة من بداية التظاهر، أما من ميليشيات أو منظومات مرتزقة خارج عن نطاق الدولة أو التي ترى أن الساحات تمسهم بالتحديد وهم المتضررين أكبر من وجود التظاهرات إلى هذا الوقت. احنا ما نسمع حكي يا رجال.
وتدري نزل للساحه مرفوع الراس مهيوم والقامع خايف، انت ايش فيك؟ اقسم بدم الشهيد الضار ينجرح واحد تنزل للساحه لف. لا تظن غيابك خاذلني، انت لا تظن غيابك للساحه خاذلني، انت اصلا كثير ايراني. ويجي فلان يقول لي امريكا احسن، انا على ابو ايران لا بامريكا، عند بلادي تايم بيت الحرامين، عند زلم بيوم ذات ما تلقوا الساحه. ويا بلادي يا بلادي وصيه، لا تلم كل من هالقال ما عليه، وجروحك خضر تلجم يوميا. سلامتكم يا رب. شلونك تخلص هاي الكلابة مع الثوار، شلونك تخلص ايها المتظاهرون الابطال، بعد قليل سنلقي على مسامعكم بيان ساحة ثوار بابل، ومن ثم ننطلق بالمسيرة. يا الله يا الله. أيها المتظاهرون الأبطال، نلقي بابل الغيارة بعد الخذلان والمماطلة في تحقيق المطالب التي ذكرناها في بيانات سابقة، وبعد أن وضح الأمر وميزنا من معنا ومن علينا، قرر ثوار بابل التوجه بمسيرة سلمية تنطلق من ساحة اعتصام بابل وتقف عند تقاطع باب الحسين. نطالب بها، نطالب بها اولا اكمال قانون الانتخابات، ثانيا تحديد واجراء انتخابات مبكره، ثالثا محاسبه قتلة المتظاهرين، رابعا اقاله محافظ باب الحسن منديل، وايضا نجدد موقفنا تجاه القيادات الأمنية في بابل المتكونة من قائد شرطة بابل علي قوة الزغيبي في حفظ أمن وسلامة بابل، وأن لا يكونوا أدوات بيد السلطة الفاسدة وأحزابها
وعدم الانصياع لأوامرهم وأن يقوموا بردع الجهات الخارجة عن القانون وحصر السلاح المنفلت في يد الدولة. والله مذل الظالمين. ثوار بابل بتاريخ 5/6/2020. شكرا لكم أيها الأبطال. يرجى الالتزام بالسلمية العالية وضبط النفس لأعلى المستويات. على جميع